مرحبا استاذ جاد، كيف حالك استاذ فراس؟ فينا ندخل؟ اكيد فيك تدخل. صار في يعني قيزك عمري عامل شاغل ومثبت حالك خلص. انا بس لانه ما بعرف وين بدك تروح. كان عندك بروجرام هيدا تبع الاخبار. صراحه كل ما تقول لي بنشتغل سوا بتخيلك بعدك صحافي، ما بتخيلك المنتج. انا غير هيدا يعني ما بعرف اعمل شيء تاني. انت طلبت قهوه، نحن هاي برودكشن يعني تكرم عينك. مني كوميديا بتمسخر يعني، في ناس بتحب هالشيء، في ناس كثير سقيف. انا كانوا يضحكوني هلا، ما بعرف اذا رح ينحضر ولا لا، اصلا انا المواضيع اللي بحكي فيها مش كثير سكسي يعني. كمان ما في داعي تحضر تشوفه على السوشيال ميديا، ما بعرف قديش رح تكون سكسي الحلقه ولا الفكره هيدي. اثنيناتهم ما بعرف. لا كل شيء انت بتعمله بيكون سكسي، ما في هيدي المشكله. لساتك يمنا بقى رعد ولا في شيء انفجار؟ ديب توك مع فراس حاتوم الليلة 8:30 مساء بتوقيت بيروت على موقع تفاصيل. شكلهم طلعوا سائلين. هيدا مثل زيادة الرحمن، ما كنا وقت اللي جبناك ما كنا حسينك سائل.